حبيت سامي برشا تهم لي ما زوبيلي في أربع من الناس في الأحداث الأخرانية اللي صارت على مقاطع النهر دونك معناتها أربع من الناس تشدوا فيها العملية إيزيتي معناتها دون لو موفي أوندرو أو موفي مومون نسبت إليهم تهم كبيرة برشا اللي هما ما عندهمش عليها حتى إثباتات صحولو صح على محرف أني من غير ما أقراه اليوم هذا ما وقفش قدام قضية تحقيق في حالة إيقاف مدة ستة أشهر في السجن المدني بجفصة عايزين نطالبوا على أساس يا إما التعجيل باش تقع الجلسة نتاعهم مع العلم أنه مش عمل عنده مش حتى شيء يثبت النسب التهم المنسوبة إليه وإلا نفرز عليهم حبيبي ما عندهمش حتى إثبات عندهم تصويرة وحيدة واقف في البركونة يطل كما طلت الناس كل وعنده شهادات ما عند أصدقاء اللي هو وقت الحرق ولا التكسير وقت الحرق والتكسير والتخريب ما كانش موجود مش معقول ستة شهور هو قاعد معناتها متعذب في الحبس مع محطوط مع مجرمين كما قلت لك هو ما عندوش سابق عدلية دونك توا اليوم يلقى راهو في وسط مجرمين الناس اصحاب السابق عدلية ما نحبوش ان يزيدوا نغرقوه في الميدان هذا الخايب نحاولوا نمنعوه ما نحاولوش نزيدوا نغرقوه كي نرفع بالناس ما تنام المكتب المحلي نتاعهم بقفصة مشينا تجنب المحاماه تجنب ما لقينا حتى جواب اليوم من هذا قال التحقيق ما طلع حتى جواب مشينا للمحاكم ما لقيناش حتى جواب حتى رد فعل السيد هو مع ثلاثه اخرين في حاله ايقاف وكلهم صغار كلهم صغار خلينا في حاله ايقاف وكم مش حتى معنى للشيء هذا خويا هبط كي اولاد قفص الكل لو 27 نوفمبر 2013 الاضراب العام اللي صار في قفص انا كاي مواطن هبط باش يشوف الحكايه شنو فما معناها تظاهره من اجل التنميه الكل دونك هبط معهم بون بعد ايامات بريسيمون 4 ديسمبر 2013 وقع القبض عليهم من الأول بس خلوها معناها جوست باش توقيف وكهوا مش معناها مفيناش بالخطورة هذه يا أخي توا صافي سي موا ستة أشهر من مدة الإيقاف هذه والمشكلة إنه توا لتعين الجلسة باش يحكم عليه معناها هذا البوان اللي مانيش فاهمينه حق أي مواطن تونسي انه اموان تتعين جلسة ما فهمش حتى جواب في مشهد نفس السؤال قاعدة تطرح عملنا فهمش حتى جواب بيزور تنتاتيف عملنا وقفة احتجاجية مشينا للسلطات العليا العبيد كل ما نعمل قلنا عادي عادي مش يكون شوية صبر شوية صبر شوية صبر معناها الى متى هذا هو السؤال معناها هو تلميذ يقرب سنة سابعة اداب معناها سنين من مورا وعدي يوما وعدي في الغرب في الحبس موقوف في عوض عنده نمرو بتاع التعدي بتاعه وعنده نمرو بتاع الحربية نمرو القضية توا أمي معنا عنا بنا ولاي رحمه توفي توا عنده عمي مسك عمي هو كان جاي موجود معنا أماره نلقاه سند معناها شكون وين وحدي موجودة موجودة وحدة في الجلسة للأسف سامي من 19 سنة معناها محروم من حقه في أنه يجتاز امتحان البكالوريا ذلك حاليا في حالة إيقاف وما هوش ما تعطيش على المحاكمة بالطبيعة كما كان يعطي هيك من 6 أشهر من الإيقاف من غير حتى ما يتعدى على قاضي تحقيق واللي صار كان الأيامات هذه دخل إيقاف استفهام على أسباب الحقيقية اللي سامي خالي من خلفي من خلالها وراء الضبان معناها من غير حتى ما يخدم الحقيقة من خلال القضية قسيم فرحات
النظام قاعد يعدي في رسالة واضحة إنه أي شاب يحاول المطالبة بحقه في ممارسة أي نشاط فئة أو أي نشاط حقوقي أي نشاط من أي نوع هذا هو مستقبله وهذا هو الإساءة الحق يوصل النظام خلال قضية تونس المتحدة. العملية الأخيرة اللي صارت في القصر فيها آلاف عشرات الآلاف المواطنين شد سامي شدش على المكان كان شرحية في الآخر هذا اللي نفهموه ما وراش عبيد ما وراش عرش ما وراش سلطة ما وراش حزب ما فهم حتى شيء دوسي فارغ التهم المنسوبة إليه تهم باطلة البارعة على كثر مينة شدوه كاتب ميلاد روحين العكس ينتظروا في الشهور ثم بعد يحبوا يردوا منهم مجرمين ربما ينجم يخرج الانسان من السجن يتربى والا يخرج مجرم لا تريدوا احنا اليوم جينا لهنا مانيش باش نمرروا كما قلت لك اما نحبوا التعذيب في 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 تعذيب للقضاء عندي القضاء وخلي القضاء يحكم يحكم عليه مع معاشرة القرار طول مسلم نحن نعرف الحق الدولة أعطيها على القرار السيس الجنس اليوم مش يقولوا لا يرى وسامي خطيه لكن قرار يقول كانوا خطيه يروح كان مش خطيه أعطيه القرار وهم ليش عياس بسيطة يقرن في الحس عنده محضر مصحح لي في مركز الشرطة وقت القاعدة كاف متاعه صح عليه على التهم تاع عشرات السنين بضغط بالطبع ثم ضغط التعليم قالت في الطبيب التنويه نكرر جمله وتفصيلا ان القراء المحتوى نتاع المحضر المحتوى نتاع المحضر لم يطلع عليه قاع في نظامه رغم عن انفه فقط عن ست شهور تبع مش نهار ومش اثنين ومش جمعه ومش جمعتين ومش شهر ومش شهرين ست شهور وقاعدين مع الطلابين بلا منظار حتى من الناحيه الانسانيه احنا نحبوا الدوسي يتعدى يتعدى في وراه القرارات الحكم قبل يحكم عليه علاش سامي فرحات حتى كان باش يتحكم معاهم ولا باش يتحكم باللي يحب عليهم علاش ما تعداش المحكمه باش ينجموا عليه يدخلوا له اليوم يكتب ويقرا ويعدي معاه علاش وطلبوا صارت محاولات حتى من بعض الاصدقاء الموجودين في قفصه ومنعوا ورفضوا انه يدخل ورفضوا انه يسمحوا له بشيء يدخل ويمشي ويقرا نظرا لانه هو مازال في حال الكتاب ماهوش مسجون. حتى في محضر الاحتفال التهم الموجهه للتلميذ عمره 19 سنه. ويقولوا ممكن مش نحكموا هل انه التلميذ عمره 19 سنه قادر انه يقوم بالتهم الموجهه ليه هذه ولا جسديا وعقليا هو اللي يتحكم إضرار النار عمد بمحل غير مسكون على ملك الغير والإضرار عمد بملك الغير السرقة المجردة مهاجمة تجمع غير مسلم لمالك مسيج قصد الاعتداء وهضم جانب مواطن عمومي حال مباشرته لوظيفته بالاعتداء عليه بالعنف الشديد ورمي مواد صلبة على مباني على ملك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام طبق مجموعة من الفصول من المجلة الجزائرية لأنه معناتها في يوم واحد بالاحتجاجات قدام 3 أو 4 ساعات مواطن مهما كانت إمكانياته البدنية قادر أن يكون هذا كله يروح للدار يعني اليوم نحن كي نحكي على قضية سامي فرحات راهو تلميذ عمره 19 سنة إنه قضية سامي فرحات تم استعمالها للمساومة على التحركات الشعبية في قفصة تكون شعبية معناها مجموعة من زملائه تحركات عفوية اندادوا تلامذة تاع بكالوريا تلامذة معناها بليسان يقرا فيه وحتى بليسان أخرين في محاولة منهم بكل عفوية وتلقائيا انهم يساندوا القضية نتاع سامي فرحات. أولا قبلوا الطمع من قوات البوليس. اثنين انه كي قلت تم استعمال المساومة على التحركات الشعبية هذا استشهاد زملاء يعني إذا كان تريد ما فماش تحركات من هنا الفترة القادمة راهو ممكن نفكروا في أن نتنازل في حق على سامي فرحات في حق معناها في حق العقل. اثنين يوم الغضب في قفصه
تشارك فيه تقريبا جميع السكان، يعني من الاولاد الصغار اللي كيما سامي واصغر منه حتى معناها الناس الكبار وشاركوا في الاضراب اللي كان ناجح بنسبه كبيره. لذلك معناها اذا كان هذا كل في جانب الحقوق ما يكفيش، ما نعرفش انا كان يحكي هيك كبيره انه تحديد السفاره، فما شكون حتى راهم ياخذوا معناها سوسي معناها يحافظ في الشارع وعنده حكم 6 شهور معناها مع وقت التركيب، ما نعرفش عاد في فين يحب يوصلها معناها تقييم بسيط.